عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اختبار للسيفتي عشان لو حصل أي حريق إن شاء الله. وأدي أهو المجموعة كلها هنا موجودة اهيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الحال؟ وأدي معانا أهو مهندس عمر، وأدي معانا المهندسين، ومعانا أبو منار مهندس محمد درم مدير المشروع، وأدي السيفتي، وأدي معانا المهندس عبد الله، معانا مهندسين الكهرباء، معانا المراقب المعماري احمد معروف ومهندس عبد الله، وادي العمال امت معانا كلهم موجودين اهو. وادي اختبار السيفتي هيتم دلوقتي معاكم المهندس عمر، وادي المهندس محمد الدر اهو مدير المشروع، وادي الاختبار. ادي اهوت وادي شوف دلوقتي ازاي الجيلات هيطفي الحريق، حالتها تدوس حريق. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. لا لا ما تقلقش. सबको मालूम है ये कैसा घर में हमारी बच्ची और कलम बिलो होता है तुम उर्दू फिर आग लगी है हां है मिल हम मरे थाने ओके चलो डीसी पे रहता और अच्छा रहता था वो दी दौर तदरीब है ना लोम में डीसी भी आ रही है सिलेंडर फ्रॉम आवर कंसलटेंट वी विश टू इंजीनियर अब्दुल्ला يلا انجير عبد الله يلا اتفضل اطفي الحريق يلا المدير هيتقدم هو يطفي الحريق معانا المهندس محمد دره امسك كده امسك كده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله المدير طفاها ونشكر طبعا مين تاني؟ يلا يا باشمهندس عبد الله يلا يلا تقدم تقدم يلا 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 يا باشمهندس عبد الله يلا خليك جرب 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 يمكن تحتاجها في يوم من الايام لا تمام 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 الله ينور عم تفضل ده يلا اطلع بقى احمد يلا اطلع 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 احمد اطلع احمد يلا اطلع جرب يلا يلا عشان ايه برضو لو حصل اي حاجه نجمع هنا يبقى المدربين كلهم تمام تمام الله ينور يلا ابو منار انت اساس الفاير تعال تعال انا وهي وهي المهندس عمر المهندس المميز ممتاز 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 طبعا بنشكر المهندس محمد الدر معانا صراحة هو اللي قايم بكل الدور الكبير اللي هنا ان شاء الله معانا المجموعة كلها اهي يلا ابو بكر يلا ادخل عشان نتصور تمام 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 كويس كويس الناس اهي كلها بتتدرب على اطفاء الحريق ادخل يا عمده يلا يلا خش خش انت اساس اللي هنا تعال انت في الموقع هنا تعال خش خليل خليل تيك تيك مور وركرز تو هاف ذس بيكوز يو نو فريكوينتلي دي ار اون ذا سايت السيفتي الفلبيني بيتكلم السيفتي الهندي عالم بقى كده تعال تعال لقوا اغلى لقوا تمام 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 وادي طريق الاطفاء اغلى دور
فيها تاني ولا خلاص؟ ايه شايلها تاني بقى، شايلها تاني. اشعل اشعل تاني يا خليل، اشعل تاني، اشعل فاير 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 عشان تبان ان التدريب حقيقي. يلا مين اللي هيتقدم تاني دلوقتي؟ يلا تمام تمام يلا حد حد من الطاقم الاستشاري يخش يلا ابو بكر. ها ولا ايش عليك على فاير 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 خلي خلي فاير كتير شويه زياده اب आग लगा दे हम बुझा दे जाएंगे خلي بي كيرفول ما في كده بعدين في نار هذا مش كده يا سر يا سر هو كده خليها ايوه ايوه طيب انا بسمع ده ايوه ايوه تمام 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 كويس كويس لازم فاير لازم فاير لازم فاير خليها هذا بعيد خليها هذا بعيد 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 ايوه 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 هذا في اكسبلوجن اي اي كويس كويس اي يلا يلا تمام تمام عجاز 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 يلا زيادة 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 تمام تمام كويس 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 واحد نفر دريفر يس اوف كورس ات از امبورتنت فور يلا يلا انت اختار يلا يلا تشوز تشوز انجينير خليل تشوز تشوز نا ويت 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 تمام خلاص فينيشت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي المدير هيتكلم للطاقم المشروع هيتكلم عربي ومهندس خليل هيترجم للأردن أولا شكرا لكم أجمعين على ما تقومون به من جهد وعلم ومنفعة وكل الحاجات دي أهم شيء نحن بالدرجة الأولى بتهمنا الصحة بتهمنا سلامتكم وطبعا عن طريق المهندس خليل هو ما بيقصر بالشيء من دورات من تعليمات من أي شيء تحفظ فيها سلامتكم وسلامة نفرض الموارد وكل شيء بس بالدرجة الأولى سلامة الأشخاص بالدرجة الأولى بعدين المواد وبعدين أي شيء ثاني نتشكركم نتمنى لكم بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر وكل شيء ويعطيكم العافية
يعطيك العافية. شكرا جدا للمهندس محمد. صار مهندس جرا ہمارا کنسلٹنٹ کے پروجیکٹ مینیجر ہے. مهندس خلیہ ترجم بھی انہیں اردو. شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھو کام کے جگہ پہلا ہیلتھ سیفٹی. ہیلتھ سیفٹی یہ جو امپورٹنٹ ہے. اپنا ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے, بعد میں سیفٹی کرنا ہے. صبح میں ناشتہ نہیں کر کے سیفٹی کریں گے بولے تو ہوگا نہیں نا. اپنا صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے خود کی سیفٹی بھی کرنا ہے. اس لیے ہم لوگ رینڈملی ریگولرلی انسپیکشنز کرتے رہتے ہیں, آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, بولنا ہے تعلیمات میں, آپ کو بولنا, سمجھانا, مذاکرے کرنا, یہ ہے نا اپنی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, ساتھ ہی ساتھ فیملی کی حفاظت. اوکے Thank you very much for attending this, okay? Actually, you had two benefits, okay, on attending this. Number one, okay, you are here safe. And number two, for these recognized people, okay, who are given the certificates, they will also be having an overtime, right? Yes. Okay? So you are safe now. You are safe while doing the work. You will be having a certificate plus an amount of money, okay? Everything is for the benefit, right? Okay? We don't need to have injury. We don't need to have accidents here, okay? All we need to do is to comply with the requirements of safety. Remember that these safety guys are your friends. These safety guys, okay, are taking responsibility to make you safe for your family and for yourself here. Remember that we have family in the in India, in Pakistan, in Philippines, in other GCC countries, okay, that they need us, okay? We are doing the work. We will be sending money to them, okay? If we will be having an accident, then we cannot do so, okay? So we will be staying safe. We will be delivering this project, okay? We will be finishing this project without anyone to be injured, without anyone to have accidents. Inshallah. Inshallah. Okay? Inshallah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السيفتي للفلبيني. زينيم. زينيم. مستر أنجليتو. Okay. With regards to the sources of fire and how to combat the fire. Okay. Can I ask you, can someone from this group tell me what is the most important reason why we need to have training? Can someone tell me? कोई आदमी एक आदमी बोलो. کیوں ہم لوگ ایک ٹریننگ کس لیے ہم لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی آدمی اس کا وجہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ فیوچر میں ہم اگر ایک سائڈ کے بولو اٹھ کے بولو اٹھو 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 فیوچر میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سائڈ پہ تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. ویری گڈ. ہی از ٹیلنگ دیٹ ان فیوچر اف یو ہیو اینی ایکسیڈنٹ لائک دس ہیپنڈ وی ہیو ٹو کنٹرول دیٹ. وی ہیو ٹو کنٹرول دیٹ بیکاز اف دی ٹریننگ. اینڈ یو نو اوکے اس ایوری ون اوکے ان دس in this firefighting training is present. I'm telling you that, okay, panic is the number one enemy, okay? Yes, sir. Again, panic is the number one enemy of all emergency. Yes, not sir. Only in fire emergency, okay? Not only in fire emergency, okay? For example, you are in your home, you are eating with your children, okay? And one of the children choke, you are eating, and then baden ada agil hena mojud mafi hada mafi breathing, okay? If you don't have the training, you don't know what to do, right? Yes. If you don't know what to do, you will be panicking. Yes. You will be panicking, surely. You will be panicking, okay? Because you don't know what to do, you will be panicking, okay? The same thing that we are doing here, okay? That is why we are giving you, okay, the knowledge and skills that you need to know in order for you not to panic. In case you see the fire, you have the fire extinguisher, you know what to do, you will not be panicking, okay? You can be extinguishing the fire because you have the knowledge. But if you don't have the knowledge, maybe fire EG baden mojudada mungkin sawasawada mafi use mafi mafi try using it properly. Yes, yes. Okay? Yes. Mafi knowledge how to use. Aywa, okay? Again, if you don't have the knowledge, okay, you will be panicking, surely. Okay? The same thing in your telephone. If your telephone, without your knowledge, taken by your wife, and then browse, mungkin anta panicking, right? Mm.
Now, for this, okay, for this reason, seriously, okay, everyone should need to know, okay? Why? Because obviously, this firefighting is not only used in construction. Maybe in your home. Maybe one day you will be checking in the hotel, okay? If there will be fire and then you do not know how to use this, surely you will be panicking and you will not be controlling the fire. Is that understood? Yes, sir. Yes. This is the reason why we need to have knowledge. Knowledge, Khalil, tell you everything. Okay? The skills that you have used the fire extinguisher by itself, extinguishing the fire. Okay? So knowledge must be turned into practice so that you will be skillful. Okay, as I understood from Mr. Karil, we are on the final stage of our project. Yeah. How many years we have given our effort, especially you guys, okay? You have given the effort, you have the materials, you have the knowledge and skills that you use in order for this building to be erected and to be constructed, okay? Now, it is possible for this all efforts, all materials, all skills or knowledge to be turned into ashes by a single fire. Yes, sir. That's why it is very important for us to know how to combat or to fight, okay, the fire in case of emergency. Okay? Okay. Thank you. طبعا هو دلوقتي يتكلم وقال ازاي نطفي الحريق وازاي الناس بتتدرب على الاطفاء عشان تحمي نفسها وتحمي المنشآت بتاعتها. والسلام عليكم. سار ابھی کیا بولے ہیں پینک بار بار سنے ان کے منہ سے پینک پینک دلوقتي المهندس الهندي بيترجم للمجموعة الهنود پینک گھبراہٹ گھبراہٹ سب سے بڑا اپنا دشمن ہے گھبراہٹ ابھی وہ کیا بول رہا تھا بچہ گھر میں بچہ ہے سب لوگ مل کے کھانا کھا رہے بچے کے گلے میں کچھ کھانا پھنس گیا ہے پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرنا لیکن پینک ہو گئے لیکن پتہ بھی ہے پینک ہو گئے سب سے بڑا دشمن ہے کام کرتے ہیں عالم بھائی آپ لوگ کام کر رہے اب گھر والی سے میسج آ گیا پینک ہونا بس سب لوگ نہیں ہوتے سمجھو میرے جیسے تھوڑے لوگ ڈرتے ہیں سمجھے مطلب پینک ہونا بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں لوگ سامنے رسمنگ دکھا دیں بیوی سے بہت ڈرتے ہیں وہ بھی آگ لگنے والی چیز ہے گھر میں وہ بھی ہے اس لیے نا پینک نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے مطلب کوئی بھی چیز ہو اس لیے اب ہم لوگوں کو فائر فائٹنگ کے بارے میں پتا بھی ہے کیسا بجھانا بول کے فائر ایکسٹنگوشر ہے آگ لگی ہے پینک نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے سمجھے نا جو بھی سچویشن ہو اس سے پیسفلی ہینڈل کرنا ہے دیکھو ابھی وہ کیا بول رہا تھا ہم لوگ دیکھو بلڈنگ اسٹرکچر کھڑا کرنا پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنا ایک بات تو صحیح میں زور سے جان لگا کے بولتے ہیں ورکر کی محنت ہے ورکر کی محنت سے پروجیکٹ کمپلیشنز ہوتے ہیں ان کی محنت ان کا پسینہ ہے صحیح اس لیے ہمارے اتنے ایفرٹس ہیں ہمارے سامنے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا کچھ یہ لگا ہے افسوس بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کا اس لیے نا ہمارے ایفرٹس جو ہے نا ابھی حاجی فنشنگ اسٹیج میں ہے ان کے ساتھ ادھر ہی نہیں کدھر اور جگہ پہ ہم لوگ ایسے حاجی سے دیکھیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شکراً السلام علیکم